مساء الخير. مساء النور شيخ عروة. ايوه اولاد الحلال دلولي عليك. الله يخليك، الكهرباء عطلانه عندي بالبيت، واذا ممكن تجي معي مشان اصلحها. بدك ما تواخذني، انا اليوم خالص شغل، بكره ان شاء الله. اعطيني رقمك والعنوان والصبح بكون عندك. شيخ عروة الله يخليك، والله الوضع ما بيتحمل لبكره، عندي مريض بالبيت. قد ما كلفت الشغلة أنا جاهز. الله يخليك. لا حول ولا قوة إلا بالله. وين البيت؟ البيت هون بالطلياني. طيب انطرني شوي، راح غير أواعيي وجيب العدة ولاحقك. شكرا لك، تسلم ايديك. أخي أنت ليش ماشي على مهلك؟ مو قلت اللي عندك مريض بالبيت؟ اشد حالك شوي. شوفت عينك شيء، يعني السيارة قديمة، طول بالك علينا. أخي ممكن تطفي هالأغاني؟ والله انصرع راسي. أي على عيني تكرم. أخي مو قلت لي بيتك بالطلياني؟ شو جابنا لهون؟ أنا قلت لك البيت بالطلياني؟ إيه؟ خربطت مكتبي بالطلياني، بس ليكو البيت يلا ها؟ وصلنا. خير إن شاء الله، كله خير. شو بها كمال؟ شو صار لهاي؟ لا إله إلا الله. تفهم بالسيارات شيخي؟ خليني أشوف. يلا.